مساء الطاقة يا مساء الشباب على حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم شباب حكاية دايما كده من حلقة للتانية بحب اقرا الرسائل اللي انتوا بتبعتوها لنا دايما ومتابعينا دايما نبقى حريصين جدا ان احنا نقول ونشارككم كمان الحاجات اللي انتوا بتبعتوها لنا على صفحة البرنامج بحب ابتدي بيها كده الحلقات استاذ زكريا باعت بيقول لنا انا موهوب وبحب الرسم وكنت عايز اشارككم رسوماتي في البرنامج هو بعت لنا رسومات حقيقي حلوه جدا جدا وبعت لنا بورتريهات كمان بالمسامير لفنانين كتير وحاجات كتير حلوه ان شاء الله يا زكريا تكون معانا في حلقه من حلقات البرنامج أه مساء الخير انا اندرو مجدي مهندس كهرباء ومعايا بعض الاولاد مبتكرين حابين يطلعوا معانا في برنامج شباب حكايه عاملين ابتكارات ذكاء اصطناعي أه زي طرف صناعي كده التحكم فيه عن طريق الصوت وهو جهاز بيساعد المكفوفين أه وكاتب طبعا اسماء المشاركين طبعا ان شاء الله يكون لينا أه فرصه وحظ انك تطلع معانا في الحلقات ونتعرف طبعا على الابتكار أه مساء الخير انا بافلي ماجد سمير من قيادات شبابيه بمحافظه المنيا لو اسره سي تي في حابه تشارك معانا حديث دور الشباب للتعزيز المشاركه السياسيه وعايز يطلع معانا اكيد طبعا حاجه تشرفنا جدا بس احنا دايما بنحب نلقي الضوء على ابتكارات على حاجات الشباب بيعملوها حاجات تساعدهم حاجات تنميهم يعني الحاجات دي وطبعا يكون لينا شرف انك تكون معانا أحب أعرفكم بنفسي أنا الشاعرة أسماء رمضان كنت حابة ويزيدني شرف الظهور في البرنامج وهي حابة تطلع معنا في البرنامج طبعا ده لينا الشرف أن أنتي تبقي معنا وإن شاء الله يبقى في حلقة من حلقات البرنامج أنا بكتب شعر ولو في فرصة في القناة في البرنامج أن يستضيفني ويكون ويعرض علينا الشعر بتاعه طبعا إحنا بنقف جنب اي موهبه طبعا ده معروفه ولو ما كانش لينا الحظ ان انت تطلع معانا في حلقه من حلقات برنامج شباب اكيد بتطلع في برنامج برنامج تاني غير برنامج شباب مينا كمال برضو عنده موهبة الشعر عايز يطلع معنا ده يكون لينا الشرف واسمي مهاب أيمن عنده موهبة العزف والعزف على الكمانجا حابب يعرض موهبته في البرنامج دي حاجه تشرفنا جدا بس انا حابه اكد على نقطه لو ما حدش طلع معانا في برنامج شباب بن... بندي اسمه طبعا لبقية برامج قناه سي تي في وبيبتدوا يتواصلوا معاهم وتطلع في برنامج من برامج سي تي في ااا آه... ريني محفوظ عزيز طالبه بالصف الثاني الاعدادي وعامله وآه... آه... اختراع حلو جدا اختراع مولد كهرباء 220 فولت بسيط بيشتغل على بطاريه السياره وبيكفي ناره المنزل بالكامل حلو جدا يا إريني حاجه هايله جدا واحد بيفتخر بجد بالحاجات الجميله دي يا ان شاء الله تبقي في احدى برامج قناه سي تي في علشان تقولي مشروعك وتتكلمي عنه طبعا بولا بطرس آه اسم الشهره بولا بتاع الصلبان هو بعت لنا ان هو عامل صلبان بشكل رهيب جدا بشكل حلو جدا 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 هو عايز يطلع معانا في حلقه من حلقات البرنامج ان شاء الله تطلع يا بولا وتبقى معانا من حلقات البرنامج حقيقي مسجات كتير جدا واحد بيفرح بيها وناس كتير عندها مواهب وحاجات حلوه وعايزه تيجي وتشاركنا البرنامج احنا طبعا دي حاجه بتسعدنا جدا وده دورنا يمكن احنا على طول بنتكلم ان ده دور البرنامج شباب ان اي حد عنده موهبه عنده اختراع عنده ابتكار وعايز يلقي الضوء عليه ده, ده دورنا يعني ده دورنا ان احنا نعرفه للناس ونلقي الضوء عليه ودي حاجه احنا بنفتخر بيها طبعا. اه طيب خلصنا مسجات الصفحه ومستنيه دايما رسايلكم على صفحتنا على شباب حكايه تقدروا تبعتولنا واحنا دايما متاحين ان احنا نرد عليكم بكل اللي انتم عايزينه. خلينا بقى نروح لفقره مهمه جدا 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 بعد الفاصل. نحكي كده حاجه صغننه انا بخلص ثانويه عامه بعد مذاكره كبيره وعناء وشقاء ومجموع وحاجات كده. يا يعني اما دخلت الكليه اللي انا كان نفسي فيها يا اما ما دخلتش الكليه اللي انا نفسي فيها ودخلت كليه تانية بعد الكليه انا ببتدي ادور على حاجه مهمه جدا ان انا اشتغل طب همشي بقى ادور على شغل بشغفي دايما بنسمع شبابنا كده يقولوا انا عايز حاجه شغفي كده رايح لحاجه معينه طب انت محدد هدفك انت عايز تشتغل في ايه في ناس تقول لا انا مش عارف بس انا في قدامي شغل هو ده اللي جاهز وهو ده اللي خلاص انا هشتغل فيه طب الشغل ده ليه علاقه بدراستك لأ خلاص ده, ده المتاح قدامي بيجينا شوية أفكار كده في دماغنا هل الصح إن أنا أشتغل بشهادتي وأفضل أدور على الشغل اللي أنا أه بحلم بيه وإن أنا يكون ليا هدف وإن أنا أسعى وراه في ناس برده تروح لحتة لأ أنا عايز أفتح شغل يبقى هو ده شغلي هي دي حياتي وهي دي دنيتي وأنا مش عايزة أشتغل عند حد ولا أي حاجة في شباب برضو بتتقابل في حتة ايه طب ما انا انزل اشتغل واشوف الدنيا هترمي لي ايه بس احنا بنرجع نقول هل ينفع ناخد بقى كورسات وناخد حاجات ونتمرن على حاجات معينة وناخد دورات تدريبية في حاجة معينة ولا الموضوع شاق جدا حاجات كتير قوي اللي نازل سوق العمل نازل لازم يفكر في حاجات كتير لازم ياخد باله من حاجات كتير هل ان انا احط هدف وامشي وراه ولا انزل سوق العمل وزي ما تيجي تيجي كده زي ما بنقول ده اللي احنا هنجاوبكم عليه النهارده مشاهدينا لكن بعد الفاصل هيكون معانا دكتور نيفين نبيل نخله دكتوراه اداره اعمال هتكلمنا بالظبط ايه اللي المفروض نعمله ايه الاهداف إيه اللي المفروض نمشي وراها لكن استنونا بعد الفاصل بعد الفاصل، زي ما قلنا كده قبل الفاصل، هو أنا صح أقعد أحدد في هدف وأشوف و... الدنيا ماشية إزاي ولا أنزل وزي ما تيجي تيجي، لقيت شغل، لقيت ما لقيتش خلاص أنا هشوف ال... هبعد خالص الجامعة والشهادة والدراسة اللي أنا درستها، وهحط يعني هحط نفسي في حتة بقى، هو ده الموجود وهو ده اللي إحنا على طول بنسمعه من الشباب، هو ده الموجود، هو حد لاقي، اشتغل في أي حاجة وخلاص، هو ده اللي إحنا هنعرفه النهاردة، هل فعلاً لازم يكون لي هدف؟ ولا اشتغل اللي موجود قدامي خلونا نرحب بضيفتنا اللي النهارده دكتور نبيل نبيل نخله دكتوره اداره اعمال اهلا بيكي معانا اهلا بيكي جايين متحمسين النهارده اه جدا جدا <applause> يعني الموضوع في غايه الاهميه ايوه صح. انا فعلا انزل بعد ما اخلص جامعه ادور على شغل ولا امسك ورقه وقلم واشوف انا عايز ايه ولا اللي يجي قدامي لان بنسمع جمله كده هو حد لاقي شغل ما تشتغل اللي يجي قدامك وخلاص راي حضرتك ايه طيب آه برضو إحنا هنبقى عادلين آه نبتدي كده بآية من الإنجيل بتقول من ليس له رؤية بدون رؤية يجمح الشعب في أمثال 29 يعني اللي ما عندوش رؤية اللي ما عندوش حلم هيتوه, هيتوه في الدنيا م. هيروح شغلانة ويسيب شغلانة والدنيا هتشيل وتحط فيه باللغة كده العامية تعالوا نشوف كده لو أنا بقى حطيت أهداف او عرفت على الاقل نفسي ده هيوديني فين اول حاجه انا دايما بنصح بيها الشباب ان احنا نعمل حاجه اسمها السوات او تحديد نقاط القوه ونقاط الضعف يعني انا امسك ورقه وقلم كده واقسم الورقه نصين واكتب نقاط القوه بتاعتي ونقاط الضعف بتاعتي نقاط القوه بتاعتي مثلا نقاط ضعف انا أه مفيش حد بيطلع نقاط ضعف لا دعفة. لازم في سوق العمل احنا بنتكلم أه مش في الشخصيه احنا بنتكلم أه في سوق العمل أه يعني مثلا حد نفسه يشتغل كول سنتر مثلا أه أه فريلانس اونلاين أه 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 مع شركه من الشركات اللي بتشتغل مع انجلترا وبتدي بالدولار ولا شركه ناشر. مالتي ناشونال شركه من الشركات العالميه صحيح ولما وي... يجي يعمل نقاط القوه ونقاط الضعف بتاعته يقول لك يا سلام انا لو عندي انجليزي يا سلام انا لو بعرف فرنسي ولا روسي ده انا هكسر الدنيا طيب يبقى انت عارف ان عندك نقطه ضعف فاول حاجه عشان نحط هدفنا صح ونخطط لحياتنا صح لازم اعرف قدراتي ايه ونقاط القوه بتاعتي ايه ونقاط الضعف بتاعتي ايه صحيح تاني حاجة مهمة جدا لازم أدرس شخصيتي أبقى عارف أنا شخصيتي وهواياتي وأنا بحب إيه وما بحبش إيه يعني ما ينفعش واحد يلاقي شغلانة مثلا مبيعات وهو إنسان منطوي وما بيعرفش يقدم نفسه ما بيعرفش يتكلم و... ما عندهوش مهارات تواصل و... ويجي يقولك ما أنا مش لاقي شغلانة غير مبيعات طيب يا حبيبي ما أنت كده مش هتبقى شاطر فيها. أنت ممكن تبقى شاطر أكتر لو أخدت حاجة مثلا من المبادرات الجديدة بتاعت الفايبر أوبتكس بتاعت الحاجات التكنولوجي الجديدة التكنولوجيا الجديدة وأنت شاطر جدا في الكمبيوتر وبتحب تقعد تمسك ورقة وقلم وتركز وبتحب تقعد ورا الكمبيوتر طب أنت كده يبقى أنت هتبقى ستار هتبقى نجم في مكانك أكتر لما تعمل الحاجة اللي برضو متناسبة مع شخصيتك. يبقى اول حاجه قلنا اعرف ايه اللي ناقصني عشان انميه يعني انا لما هطلع نقاط الضعف بتاعتي هعرف ايه الحاجات اللي ناقصاني ناقصني لغه ناقصني مهارات النهارده لو لو حد اول مره بيسوق عربيه اول ما بيدور الموتور بيدوس ايام زمان لما كان دبرياش وبنزين يجي يقصده عربيه يروح دايس بنزين بدل ما يدوس دبرياش وفرامل بعد سنة سنتين الموضوع من غير ما يفكر بيعمل الحاجة فكل حاجة محتاجة تدريب فأشوف ايه الحاجة اللي ناقصاني وادرب عليها دي نقطة النقطة التانية زي ما اتفقنا أشوف شخصيتي ايه اللي يناسب شخصيتي أه حاجة تانية مهمة قوي بقولها للشباب ما تخليش حد يجد, يجد في مقديرك ما تخليش حد يحبطك ما تخليش حد يقولك يا عم هو انت هتقدر الطاقه <تقس> السلبيه اللي حوالينا الطاقه السلبيه اللي حوالينا ما اسمحش لحد لو انت تقدر يبقى انا اقدر لو في حد قدر يعمل حاجه انا مش قليل ودي برضو لو بنقرا في الانجيل وبنشوف عبر كل الايات وكل الاناجيل ازاي ربنا بيشوفنا وازاي حتى ناس قديسين ورسل كانوا بيشوفوا نفسهم قليلين زي موسى ما قال له يا رب انا مش هعرف اتكلم قال له انت هتقود الشعب فدايما ابص عين ربنا حلوه قوي فحتى لو حد بيحاول يكسر مقاديفي اغمض عيني كده واشوف ربنا شايفني ازاي ربنا بيحبني ازاي وادي لنفسي الثقه فدايما ابقى ايجابي الحاجه الرابعه المهمه قوي حاجه اسمها السلف توك يعني ايه السيلف توك مم. انا وانا قاعد مع نفسي بقول لنفسي ايه اه ما هو انا لو مسكت الحاجه هتبوظ اصل انا لو دخلت مش عارفه هيحصل ايه انا و... عارفه حظي انا عارفه حظي دايما عارف ايوه الكلام ده كلام فاضي يا. الكلام ده كلام فاضي وده غلط محدش يسيب لنفسه الحبل انه يسمع للسيلف توك بتاعته للحوار الداخلي بتاعه انه يحبطه مم. بالعكس انا اقدر انا هجرب أه وابتدي اطلع امثله لناس أه ابتدت أه بعد سن الخمسين ناس أه فشلت مئة أه مرة وفي المرة المية وواحد نجحت أه ناس حاولت و... وناس ياما ناس اترفضت من شغلها وياما ناس قالوا لها انتم مش نافعين وازاي هم دول اللي بقوا القاده بتوع المجتمع وبقوا الناس الستار الناس النكحه فدي حته مهمه قوي خلي بالي كويس قوي من السلف توك بتاعي اخلي بالي كويس قوي بقول لنفسي ايه وانا قاعد مع نفسي لازم ابقى كمان حاجه اسمها برو اكتف. يعني مبادر يعني ايه مبادر يعني يعني اعمل الحاجه باستباقيه ابادر ابص اشوف في ايه كورسات في المجال اللي انا نفسي فيه وابادر حتى لو يقولك دي شهادات هتعلقها وهتحطها في الدرج معلش انا هتعلم انا مش رايح اخد شهاده انا رايح اخد معرفه نوليدج از باور المعرفه قوه فدايما ما استخسرش في نفسي التنميه البشريه ما استخسرش في نفسي انمي ذاتي ما استخسرش في نفسي اعمل الحاجات اللي تفيدني على مدار الوقت الحاجه بقى الخامسه المهمه جدا جدا عشان اعرف آه الدنيا ماشيه كده ولا انا بحدد اهدافي لازم كل انسان زي ما هيقعد يعمل نقاط القوه ونقاط الضعف بتاعته لازم كل انسان يقعد يعمل لنفسه رؤيه لما بنخش على اي شركه اي موقع بتاع اي شركه يقول لك الفيجن الشرك الشركه رؤية, رؤيه الشركه رايحه فين رؤيه رايحة الشركه, رايحة فين, رايحة, رايحة, الشركة رايحة, فين رايحه فين انا شركه انا 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 مشروعي انا احلى مشروع ربنا ادهولي انا لازم يبقى عندي رؤيه لازم اكتب الرؤيه دي اشوفها واقطعها واكتبها واكتبها تاني وتالت ورابع يبقى عارف الرؤيه دي عباره عن حلم انا حلمي اكون فين مش لازم الحلم ده اكتب اسم الوظيفه او اسم الكارير اللي انا هروحه بس ابقى عارف الحلم بتاعي ايه انا عايش ليه بعمل ايه نفسي اعمل ايه بعد ما اكتب الرؤيه بتاعتي لازم اكتب رسالتي بالظبط زي اي مشروع اما بنيجي نعمل بيزنس بلان لاي مشروع لازم يتكتب الرساله لازم اكتب رسالتي رسالتي الشخصيه انا عايز ابقى انسان ناجح انا عايز ابقى انسان معطاء طب خليني اقف عند النقطه دي يا أيوة. دكتور يعني نقطه مهمه جدا انا خلاص رسمت وخططت وقلت انا عايز ايه بس دايما بيجي في دماغنا ايه؟ هي الظروف المحيطه اللي حوالينا مش مساعداني خلاص انا حددت الهدف بس انتوا شايفين الدنيا حوالينا عامله ازاي فبروح بقى السكه خلاص انا بقى ولا هخطط ولا هنفذ ولا هكتب اي حاجه اصلا اي في السوات اناليسس السوات الاس سترينث اللي هي نقاط القوه الدبليو ويكنس اللي هي نقاط الضعف اوبورتونيتيز بقى وثريتس اللي هي الفرص, الفرص والتهديدات آه اوكي النقاط القوه والضعف دي حاجه انا ليا سيطره عليها صحيح. أنا أقدر أسيطر حاجة داخلية، أقدر أسيطر إن أنا لما أشوف حاجة أنا ضعيف فيها أقدر أقوي نفسي، لكن الفرص والتهديدات بالظبط زي اللي حضرتك بتقوليها، فأنا لما هعمل سوات هبقى شايف الفرص والتهديدات، في تهديدات، في أزمة اقتصادية، آه في آه بعض الشغلانات فيها ندرة، لكن في فرص تانية، في فرص أدور على الفرص، وأستغل نقاط القوة بتاعتي في الفرص اللي موجودة نطلع من حتة يعني التخطيط وتعالي نخش في الفرص النهاردة إيه الفرص اللي موجودة هنرجع تاني للتخطيط بس بما أننا فتحنا حتة الفرص نخش فيها إيه بقى الفرص اللي موجودة النهاردة النهاردة مصر 60% من المصريين شباب صحيح السن الميديان ايج بتاعنا 26 سنة متوسط سن المصريين 26 سنه. احنا شعب شاب. العالم كله في في شيخوخه. غير افريقيا طبعا. لكن العالم كله في شيخوخه. عندنا حاجه ثروه. البشر والشباب دول لازم تبقى فاهم ان انت ثروه قوميه. بجد. عشان تصدق كده شوف كمية المبادرات الجمهورية مصر العربية عاملاها. عايزاكوا تخشوا على الويب سايت بتاع وزارة التخطيط برنامج ومبادرة تكون سفيرا مثلا. خشوا على وزارة الشباب والرياضة وكمية مراكز الشباب النهارده كمية التدريبات اللي بتتعمل ببلاش للشباب رهيبة بس اللي يروح يعني بينادوا بس الناس تحضر. خشوا على وزارة الاتصالات وتفرجوا على المبادرات بتاعت مصر الرقميه والمبادرات بتاعت قطار الصعيد ومبادرات شباب كلها تكنولوجيا. الكوره اللي اتعملت بتاعت حياه كريمه والفايبر اوبتكس اللي هي الالياف الضوئيه والحاجات دي كلها عايزه شباب يشتغل فيها. كميه الشركات الانترناشونال الشركات العالميه في مصر النهارده اللي محتاجه شباب في مجال التكنولوجيا والمعرفه بعدد شعر راسنا كتير صحيح فما غمضش عيني واقول انا مش لاقي نمي نفسك خش المبادرات دي اثبت نفسك وتعلم بس وانت رايح المبادره م. من فضلك وانت رايح تقدم ما تروحش مستهتر ما تروحش من غير سيره ذاتيه آه ما تروحش آه لابس اي كلام ومش جاه مجهز نفسك للانترفيو للمقابله الشخصيه روح جاهز روح مجهز نفسك م. روح مذاكر هم عايزين ايه ولو في حاجه ناقصاك افتح النت وتعلمها واقراها وطور نفسك واسعى وربنا هيبارك فدي الرد على حته الفرص والتهديدات نرجع بقى نرجع بقى للتخطيط آه. نرجع للتخطيط بعد ما قلنا النقاط اللي قلناها في التخطيط آه بعد ما قلنا آه الحوار مع النفس أو مم. السلف توك ده مهمة قد إيه مم. في حاجة تانية لازم نقولها للشباب مهمة جدا 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 فوق خيالهم مم. أنت محصلة أقرب خمسة ليك يعني إيه يعني إيه بقى يعني إيه أوه. يعني أنا محصلة أقرب خمسة في حياتي أقرب خمس أشخاص في حياتي دول أنا ده المحصلة بتاعتهم تعالي نشوف لو شباب قاعدين مع الدكتور مجدي يعقوب من الصبح بالليل وفي وسط منظومه ناجحه ومنظومه بتقدس العمل والعمل عندها مهم الانجيل قال لنا اللي ما يشتغلش ما ياكلش لو لو انا اصحابي زي الدكتور مجدي يعقوب وقاعد معاهم بتكلم في العلم وفي المعرفه وفي الت... لو انا بقى الخمسه اصحابي اللي انا عايش معاهم قاعدين على قهوه بنتكلم في اي كلام فاضي او قاعد مضيع حياتي على الفيسبوك ولا على التويتر ولا على التيك توك ولا على الحاجات دي انا ما بقولش ان الحاجات دي وحشه لكن الحاجات دي فيها استفاده انا ممكن افتح حاجات أه ابقى بسمع حاجات بتطورني بتعلم حاجات بتطورني بسمع حاجات حتى في الاقتصاد في السياسه في ال... بطور نفسي وممكن ابقى بسمع حاجات تافهه قاعد بضيع حياتي بضيع عمري على فكره العمر ده مش هيرجع تاني الساعه اللي هتضيعها النهارده في كلام فاضي ضاعت من عمرك ضاعت من مستقبلك ضيعتها من الكارير بتاعك من تطورك من ان يبقى لك مستقبل العلماء عملوا ايه قال لك آه، تقسيم الوقت ده تايم آه، مانجمنت او تقسيم الوقت متقسم لاربع حاجات يعني بالظبط مربع كده اربع حاجات هام عاجل هام غير عاجل غير هام آه 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 عاجل او مش عاجل اوكي هام عاجل دي الحاجه اللي هي عندي ديدلاين عندي مصيبه عندي امتحان عندي انترفيو آه. دي حاجه هام وعاجل مم. ما بسيب كل حاجه بحطها برايورتي بحطها مم. أولوية. اولويه اولى مم. في حياتي لان دي حاجه انا لازم بكره الساعه 12 اقدم البحث ده او اقدم الامتحان ده مم. او اروح المكان ده في ديدلاين للحاجه بتاعت وقت محدد مم. الحته دي بيقولك ما تقعديش فيها كتير الناس اللي بتعيش حياتها هام وعاجل ده كتير آه بيبقى عندهم توتر جامد جدا في حياتهم وبيبقوا آه عندهم مشاكل نفسيه جدا جدا لان ما يقدرش الانسان يعيش في الاسترس ده وفي الضغط النفسي ده بتاع على طول عنده حاجات هام وعاجل صحيح أوه. طيب هام وغير عاجل هام لحياتي وغير عاجل هو ده اللي احط فيه 75% من وقتي اللي أطور فيه نفسي مم. حاجة مهمة بس مش عايزها النهاردة مش مستعجل عليها. أنا بخطط مم. لمستقبلي بخطط للوظيفة اللي بحلم بيها اللي أنا حاطتها في الرؤية بتاعتي مم. أو في رسالتي في الحياة أنا عايز أبقى دكتور ناجح أنا عايز أبقى نجار شاطر مم. أنا عايز أبقى سباك ما حصلش بعمل حمامات بطريقة ما فيش حد عارف يعملها مم. أنا عايز أبقى مهندس يتكلم عنه العالم كله. أعمل إيه؟ أطور نفسي إزاي؟ هي دي الحتة اللي إحنا بنستثمر فيها وقتنا. الحاجات التانية بقى اللي هي مش مهمة لحياتي. مش مهمة لحياتي ومش, ومش مستعجلة ومفروض إن أنا يعني أبقى فاهمها وعارفها. فده بالنسبة للتخطيط للوقت. طيب، نخطط لإيه تاني؟ كان في حكيم ماشي في ماشي في الغابه شاف راجل بيقطع الشجر وعمال يقطع الشجر بمنشار تلم ومضيع وقت جامد جدا 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 في انه يقطع الشجر بالمنشار التلم فالراجل الحكيم قال له ايه قال له معلش ممكن لحظه واحده ممكن توقف انا معايا جهاز يشحذ لك المنشار يعني يحمي لك المنشار يخليه حامي فانت كده لما هتخلي المنشارك حامي هتقطع الشجر اسرع قال له انا ما عنديش وقت انا عندي طلبيه العربيه جايه دلوقتي ما عنديش وقت اوقف الراجل الحكيم قال له انت هتوقف خمس دقائق لكن هتنجز بعدها اكتر الراجل ما صدقوش المهم تعب وهلك وعرق وخلص بعد الوقت والعربيه دفع غرامه وكل ده. جاله الحكيم تاني يوم قال له اسمع كلامي اديني خمس دقائق من وقتك اشحذ منشارك حمي منشارك. خمس دقائق خليته خلص شغل يومين في يوم. انجز كل حاجه طبعا. ده التخطيط ده لما انا اقعد كده واقول ايه اللي معطلني؟ لازم اعرف ايه اللي معطلني ايه اللي مخلي منشاري تلم ايه اللي مخلي وقتي بيضيع لازم انا يكون عندي الحافز الداخلي ده صحيح. محدش هيزقني ويقول لي قوم اصحى انت بتصحى الساعه 2 الظهر ليه قوم دور على شغل قوم ذاكر ما سيبش حد يعمل كده لان ده مستقبلي انا صحيح. وحياتي انا مم. وانا اللي عايز ابقى ناجح مم. طيب العلماء برضو قالوا ايه قالوا البني ادم اللي بيبقى ستار البني ادم اللي بيبقى آه آه نجم, نجم كده يعني. في شغلانته شغلانته دي ممكن يكون بيجمع قمامة شغلانته دي ممكن يبقى دكتور ممكن يبقى مهندس ممكن يبقى نجار ممكن يبقى سباك ممكن يبقى آه بيصلح موبايلات ممكن يبقى أي شغلانة في الدنيا هو اختارها أو هي اختارتها إزاي أبقى نجم فيها وابقى رافع راسي كده واقول محدش يعرف يعملها زيي اول دوريه الدوريه بتاعت انا اقدر اعمل ايه امكانياتي الشخصيه زي ما قلنا شخصيتي آه لو انا ما اقدرش اعمل آه اتكلم مع الناس ما بقدرش اتكلم مش بحب اتكلم ما ينفعش اروح اشتغل مبيعات زي ما قلنا فانا اقدر اعمل ايه تاني حاجه انا اعرف اعمل ايه واقدر اعمل ايه اعرف اعمل ايه دي مش بس اقدر اعرفه دلوقتي لا اقدر اتعلمه يعني انا ربنا مديني موهبه مثلا ان انا بتعلم اللغات بسرعه جدا فدي حاجه انا بعرف اعملها ربنا اداني موهبه انا شاطره جدا في الحساب حد تاني يقول لك لا 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 ماليش في الحساب انا اديني ورقه وقلم واكتب لك احلى شعر واكتب لك احلى قصه واعرف اشرح اعرف اقدم كل واحد ربنا مديله موهبه او حاجه بيعرف يعملها واتفقنا انه لازم يثقلها لازم يحمي منشاره فاول حاجه انا بعرف اعمل ايه بقدر اعمل ايه ثالث ثالث حاجه السوق عايز ايه؟ سوق العمل عايز ايه؟ لو انا عرفت اوفق الحاجتين دول مع الحاجه الثالثه دي ان انا اقعد كده واشوف الفرص المتاحه الشغلانات الجديدة اللي موجودة في العالم يعني مثلا النهاردة بالديجيتال تكنولوجي بالكاميرات اللي على الموبايلات المصور الفوتوغرافي الشغل بتاعه مثلا قل شوية فيبقى أنا أتعلم حاجة عارف إن ده مستقبلها مش ده بتتطور صحيح. دلوقتي في الاي اي الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي والحاجات فاشوف السوق عايز ايه سوق العمل عايز ايه فين الفرص فلو لو الثلاث دوائر دول اتقابلوا كده بيبقى في حته الحاجه بقى الرابعه المهمه قوي ايه اللي هيدفع لي فيه ايه اللي اقدر اعمله واخد فيه فلوس يعني في حد شاطر قوي مثلا في التفصيل او شاطر قوي انه بيعمل حاجات بايده او حاجات افكر ازاي الحاجه اللي انا بحب اعملها والحاجه اللي بقدر اعملها والحاجه اللي بعرف اعملها والحاجه اللي السوق عايزها ازاي بقى يدفع لي فيها فلوس اعمل مبادره اعمل آآ آآ شراكه مع حد اروح لشركه مثلا شركه ادويه مثلا بتوزع هدايا اقول له بقول ايه ده انا بعرف اعمل حاجه بإيدي تتعلق في سلسله مفاتيح انتوا لو اديتوها للدكتور هتنفعه في كذا كذا ايفر هي ايه فالحاجه اللي تجيب لي فلوس الحاجه بقى الدوريه الاخرانيه اللي لو انا جبت الدوريات دي لو متصله ببعض لو انا جبت اللي في النص هبقى نجم كمان اخدم المجتمع ازاي ازاي اخدم مجتمعي بالحاجه دي دي حته مهمه جدا ان انا مش بس اعمل الحاجه اللي بحبها والحاجه اللي عارف اعملها لا كمان اخدم بيها مجتمعي واحنا بنشوف شباب حكايه انتوا بتجيبوا نماذج الحقيقه مبهره جدا لشباب بيعمل اختراعات بتفيد المجتمع وبتفيد الناس التانية وبتفيد الاخر حاجه بجد مشرفه جدا وده النجاح ان انا اقدر اعمل الحاجات دي كلها وابقى مركز متهيألي كل ده تخطيط ولا كل ده بنصحى من النوم كده بنصحى <applause> من النوم هو, لا هو ده اي حته لازم لازم نخطط حقيقي. طب في ناس بقى بتخطط مثلا أنا مش مش هدور على شغل أنا هفتح شغل لوحدي وماله؟ بس أنا وميلو. ولا عايز حد يقول لي إيه ولا ويبقى هو ده الدخل بتاعي وهو ده اللي أنا آه عايزه وماله أمشي إزاي بقى؟ مفيش مشكلة آه. إحنا دايماً بنعمل حاجة ظريفة جداً بنجيب ورقة كده وبنقسمها نصين مم. أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كل الاختيارات اللي عندي وهكتب مع وضد أوه. على كل اختيار هحط بروز وكونز ايه الكويس وايه الوحش مم. في الاختيار ده وابتدي امسك بس لازم ابقى فاهم آه الوظيفه هتقدم لي ايه والعمل, والعمل الحر هيقدم لي ايه وانا قدرتي النفسيه والشخصيه تستحمل ايه دي اهم نقطه دي اه دي هل انا آه. هقع واقوم ولا انا لو وقعت هنهار انا عارف نفسي مم. لو هقع واقوم يبقى روح عمل حر بقى لانك هتقع وتقوم من هنا للسنه الجايه كل لما هتقع وكل لما حاجه تبوظ وكل لما تخسر فلوس او تعمل حاجه كويسه مره تعمل حاجه وحشه مره هتقوم وتكمل صحيح. لان عندك ال... الروح اللي تقوم الروح تقوم. وال... وال... والرؤيه وال... والعزيمه والاصرار ويعني و... مؤمن في نفسك م. مهما الناس هتقول لك يا عم ده المشروع ده عمله عشرة زيك. أنا واثق في نفسي. أنا واثق أنا عامل إيه غير الناس؟ أنا عامل إيه زيادة؟ أدد فاليو. يعني مثلا ممكن تلاقي الناس اللي بتعمل مثلا أكل في البيت. في آلافات من الناس كتير جدا. كتير جداً. طبعاً. لكن فلانة الفلانية هي دي هي دي في في المنتج ده م. الورق عنب مثلا آه آه كل الناس بتعمل حاجه معينه بس انا ابقى عارف انا بقدم ايه زياده ابقى عارف الفاليو بروبوزيشن اللي انا بقدمه الفاليو الادد فاليو اللي بقدمه الميزه اللي بقدمها عن باقي الناس ابقى واثق في نفسي بلس ان انا ابقى مرن يعني مثلا النهارده في شباب كان عندهم عمل حر في ازمه اقتصاديه غير نشاطه فكر فكره ثانيه فبرضه اللي بيعمل عمل حر ده شخصيته تسمح له أنه يقدر يعمل عمل حر غير أنه يقوم ويقع يبقى عنده خطة بديلة يبقى عنده حاجة اسمها calculated risk calculated risk يعني مغامر بس مغامر بحساب مش مغامر هيروح ب... 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 يبوظ ي... الفلوس آه. ويبوظ الشغلانه و... لا مغامر بحساب م. يعني هو عامل حساباته لكن برضه بيغامر في روح المغامره م. حد تاني بيخاف مش عيب هن... هنعمل وظيفه برضه العمل الحر في حاجه بقى بين البنين من العمل الحر اللي هي حاجه اسمها فريلانس اشتغل كده بقى ما. فريلانس آه. دي حاجه العالم كله بيطلبها من مصر دلوقتي ومصر اصبحت هب آه زي الهند للفريلانس م. فريلانس مثلا الكول سنتر كول سنتر مثلا في المانيا حد بيتصل في المانيا بنرد من مصر الكول م. سنتر في مصر ممكن قاعده من البيت بشتغل من البيت انا او هو او هي او هو بيشتغل م. من البيت آه فدي هي وظيفه لكن حره مم. فريلانس مثلا حد اتعلم يعمل ديزاينز يعمل تسويق الكتروني مم. بيشتغل من بيته بيسوق من بيته للشركات وبقى في دلوقتي حاجات على لينكدن وعلى التواصل الاجتماعي المحترم التواصل الاجتماعي الجاد في دلوقتي كوميونيتيز مجتمعات للفريلانس انت بتحط صور شغلك وبتحط تليفونك وبتحط الايميل بتاعك وبيجي لك الناس يقولك لك طب اعمل لي حاجه, حاجة شركات كبيره كمان اللي بتطلب الفريلانس دلوقتي فدي حاجه برده ناس ناس تقدر وناس تقولك لا انا انا ظروف حياتي عندي عيال عندي زيف. بيت انا ما اقدرش اغامر بان مره اجيب ألف جنيه ومره اجيب 10 جنيه أنا عايز مرتب ثابت عشان عندي مصاريف ثابتة ده مش عيب يبقى أنت برضو في وظيفتك تبقى مميز طب اللي بيضم الاتنين مع بعض بقى يا دكتور شاطر جدا مم. اللي بيضم الاتنين شاطر جدا في شباب كتير جدا مم. دلوقتي بيبقى عنده وظيفة من تسعة 5 ثابتة بيبقى برضه شاطر فيها وأمين فيها مم. ومحترم فيها ومتميز فيها مش مم. مش مهملها يعني مش ان هو عنده وظيفه من تسعه لخمسه يبقى أوه. يبقى يبقى متكاسل هيفقدها صحيح. احنا دلوقتي في كومبيتيشن في منافسات جدا. كتير جدا. والناس عماله تاخد في كورسات وعماله تتعلم فهفقد وظيفتي لو انا مش متميز فيها ولو انا مش مبدع ولو انا مش بطور نفسي فيها وبعدين بعد الظهر او في الويك اند عامل فريلانس او عامل بزنس بتاعه حر بيتابعه ده هايل برافو عليه مستثمر مم. وقته صح مم. طيب هل يعني مش عايزين نقول برده ده احسن ولا ده احسن بس في يعني ناس كتير قوي شباب كتير قوي بتلجا الى العمل الحر يقول لك فلوسه كتير وانا حر فلوسي وحر مالي وباخد قد كده فانا ليه اللي يخليني اروح لوظيفه واستنى مرتب قد كده والحاجات اللي احنا بنسمعها كتير طيب احنا عايزين نبقى عندنا مرونه مم. يعني انا هجرب اولا وانا جايه اجرب العمل الحر ما احطش بقى كل اللي حيلتي اه ما انا كنت لسه اقول انا هجرب في فلوس فده ما احطش بقى ها. كل اللي حيلتي وبعدين قبل ما اجرب في حاجه مش في ناس سبقوني لازم اروح اقعد مع شيوخ الشغلانه مع الكبار بتوع الشغلانه اشوف الناس اللي برضو ما تقدف ما تكسرش مقاديفي يعني مش هروح اروح لحد واثنين وثلاثه اعمل كونسلتيشن كده واخد مشوره استشارات, استشارات آه. وادخل واسال واقرا واعرف وايه الحاجات الحلوه وايه الحاجات الوحشه وابقى مجهز نفسي للوقعات يعني يبقى عندي زي ما قلنا خطط بديله ابقى عارف انا لو دي ما نفعتش هعمل ايه وبرضو بالتخطيط ايه الميزه التنافسيه اللي عندي في الشغل الحر بتاعي ايه اللي بيميزني عن الالافات اللي بيعملوا نفس الشغلانه <applause> لو انا واحد في الطابور يبقى ما اخشش لازم ابقى عارف مستي ايه ممكن عارفه حضرتك تبقى ميزة الميزه في ايه ممكن يبقى الميزه في المحافظه الموضوع ده معمول مثلا في القاهره لكن اسيوط ما فيهاش <applause> آه سوهاج ما فيهاش فدي تبقى ميزه ان انا بعمل حاجه هي هي اه بس في منطقه آه مش موجود فيها الشغلانه دي أنا لازم أدرس السوق صح لازم أدرس يعني السوق يعني قبل ما أخش بأي حاجة لازم يكون في دراسة كويسة للسوق طب. أعرف ده بيقدم إيه وأنا ممكن أقدم له إيه بالزاب. ممكن كمان شباب كتير قوي بتقع في حتة إيه طب ما أنا بقدم بس في ناس مش بتتابع بقى يعني أنا رميت المنتج بتاعي وهو ده يمكن اللي بيخلي أغلب المشاريع مش بتكمل فكرة إن أنا بعمل فولو مع العميل وبتابع العميل والحاجات اللي بتميزني عن الناس التانية طيب في حاجة تانية غير دراسة السوق أوه. كمان انا مش بنتج لغرض الانتاج ده زمان قوي ده ايام ما كان فورد بيعمل عربيه واحده لونها مش عارفه اسود ولا ابيض آه حاجه كده وهي ده وهي دي ما فيش غيرها وتشتروا يعني هتشتروا دلوقتي ما فيش حاجه اسمها كده دلوقتي انا مش بنتج عشان ابيع انا بشوف السوق محتاج ايه والفرص اللي, اللي ناقصه الجاب الفراغ ايه في السوق آه المنتج ده المنتج الكلينكس ده آه، كل الناس بتعمل مقاس كذا بس في ناس عايزه للجيب للجيب ميني للجيب كبير للجيب صغير آه، لازم اكون برضو مبدع شويه ما بقاش بقلد عمياني كده اه صحيح ما لو ولدتها يبقى انا, قدمت إيه, أنا مختلف قدمت ايه زياده طبعًا آه. آه، ممكن اكون بعمل نفس المنتج بس نص الثمن عشان عارف اجيب مواد خام من حته او اخترعت مواد خام جديده فكله بالدراسه ولازم انتج الحاجه اللي السوق عايزها يعني لو السوق متشبع من منتج و... و... والناس لازم اتكلم مع الناس يقول لك احنا مش لاقيين نبيع اروح انا اعمل واقول اصل انا خسرت فلوسي طب ما انت ما درستش ما درستش صح فلازم ادرس ولازم اسال ولازم احسب ولازم اعمل خطه بديله مم. طب لو ده ما مفاعش الباك اب بتاعي ايه هعمل ايه الخطوه اللي بعدها هروح فين طب خلينا بقى نقف عند النقطه دي مهمه قوي بقى انا خلاص فشلت <applause> في المشروع اللي انا فاتحه وشغفي كله راح خلاص والنقطه دي كلها انا قفلت بقى الدنيا دي خلاص فانا رايح لوظيفه بقى المتاحة بالنسبه لي النقله دي كبيره قوي يا دكتور يعني ان انا ابقى كنت ماشي في حاجه بشغف كده وحب وبعد كده رايح لحته انا مش م... خلاص بس هي دي المتاحه قدامي بس الوظيفة دي حاجة حلوة برضو هي الوظيفة مش حاجة وحشة ما هي الوظيفة برضو فيها شغف الوظيفة آه آه برضو لا ما فيهاش شغف بس فيها فلوس أنا يبقى أنا أني أحسن لي أن أنا أمشي بحاجة بهدف وشغف زي ما قلنا آه. كل حاجة فيها مزايا وفيها عيوب أنا لما عندي عمل حر ما عنديش مجتمع أصحاب مثلا زي بروح أكلم ناس أنا لوحدي والعمال بيشتغلوا وما عنديش مجتمع، ما عنديش مرتب ثابت، أه بتعب قوي في البيع، أه باخد مخاطرة، باخد فلوس كتير، ما إحنا بنعمل الحلو والوحش، أه باخد فلوس كتير، أه متميز، أه بسحب وقتي، بعمل اللي أنا عايزه، بسهر بمزاجي، أشتغل الساعات اللي أنا عايزها. الوظيفة برضو فيها مزايا وفيها عيوب مم. وبعدين لازم اختار وظيفه تكون مناسباني ما ينفعش تبقى وظيفه وخلاص وظيفه وخلاص يبقى انا مش هكمل وخلاص يعني انا هبتدي وبرده مش هكمل لكن لو الوظيفه مع ناس في وسط ناس متفهمه بتدفع فلوس كويسه عارف ابدع فيها عارف اتميز فيها عايزه ابقى امين فيها وبعدين يا سيدي ما هي ممكن تبقى خطوه اتعلم حاجه جديده ممكن اخد الفلوس واخد الوظيفة من تسعة لخمسة وجمعة وسبت اجازة واخد كورسات تأهلني للخطوة الجاية ممكن الوظيفة دي انا عيني فيها على منصب المدير طب عشان اوصل دي حتة تانية برضو في التخطيط ابدأ والنهاية في ذهني يعني ايه ابدأ والنهاية في ذهني يعني انا لما اجيب سلم وعايزه اطلع على السلم ده حطيت سلم على الحيطه هنا وعايزه اطلع على السلم مش الاول ببص فوق اشوف هلاقي ايه ولا اطلع السلم الاقي حاجه تقع عليا فبالظبط كده في حياتنا وفي تخطيطنا وفي شغلنا ابدا والنهايه في ذهني يعني حتى الوظيفه اللي انا رحت عشان خاطر الظروف الاقتصاديه او مشروعي ما نجحش او حلمي ما ما تكملش النهارده وانا بحط السلم بتاعي عشان اطلع عليه ابقى شايف انا طالع فين حقيقي. طالع فين م. ومحتاج ايه عشان اطلع السلم ده محتاج لغة محتاج كمبيوتر محتاجة اتعلم السواقة محتاج... محتاج حاجات كتير اعملها لازم اعملها ولازم اشتغل على نفسي يمكن هو ده اللي, الواحد المفروض يعمله يعني انا اشتغل على نفسي صح عشان ما ارجعش اقول ايه ما انا ما لقيتش ما انا ما اتقبلتش ما انا ما عرفتش يعني حقيقي الموضوع كان مهم وكان لازم نناقشه مع حضرتك يا دكتور شرفتينا حقيقي ميرسي ميرسي لحضرتك يا دكتور شكرا ليكي دكتور نبيل نبيل نخله دكتوره اداره اعمال شكرا ليكي يا دكتور مرسي ميرسي لحضرتك <applause> شاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده لكن استنونا في حلقه جديده ببرنامجكم شباب حكايه الى اللقاء